اليوم بشرح لكم أسهل طريقة لتحميل المقاطع من اليوتيوب وإنستغرام وتويتر. كل اللي عليك إنه أنت فقط تنسخ رابط المقطع اللي أنت حاب تحمله زي ما واضح قدامكم. هلا نسخنا الرابط من اليوتيوب، بعدين تطق الجهاز مرتين من وراء مباشرة راح يبدأ تحميل المقطع زي ما واضح قدامكم. طبعا الحلو أنك تقدر تختار الجودة وتقدر تختار هل تبغى صوت أو فيديو. طبعا هذه الطريقة في اليوتيوب ونفس الطريقة في إنستغرام. لو حاب تحمل أي مقطع من اليوتيوب أو إنستغرام أو تويتر بالضغط مرتين من الخلف، لازم تكون محمل نظام الآي أو إس 14 وعندك تطبيق الاختصارات، وأيضا تروح الإعدادات تنزل تحت تلقى تطبيق الاختصارات زي ما واضح قدامكم، تأكد أنك مفعل خيار السماح بالاختصارات الغير موثوقة. الآن لو دخلت على المتصفح أو لو سحبت السنابة هذه لفوق راح تفتح لك هذه الصفحة، تختار خيار الحصول على الاختصار، مباشرة بيفتح لك تطبيق الاختصارات، تنزل تحت آخر شيء تمام، تختار إضافة اختصار غير موثوق، مباشرة راح يضاف ويكون جاهز عندك الاختصار. طيب بتروح بعدها الإعدادات وتروح إلى خيار تسهيلات الاستخدام، هذا هو، وتروح إلى خيار اللمس، وبعدين تنزل تحت تختار خيار الضغط من الخلف، تختار خيار ضغط مرتين أو ثلاثة، تنزل تحت وتختار هذا الاختصار وراح تكون الأداة جاهزة عندك. طبعا عشان تحملها اسحب السنابة هذه الفوق. لو طبقت الكلام اللي قبله شوي، الآن لو رحت انستغرام نسخت أي رابط موجود في انستغرام بس اضغط مرتين، مباشرة راح يبدأ التحميل زي ما واضح قدامكم. طبعا الموضوع ينطبق على تويتر، ينطبق على انستغرام، ينطبق على اليوتيوب زي ما واضح قدامكم. اليوتيوب في ميزة رهيبة انه انت راح تقدر تحمل المقطع بالجودة اللي انت تبغاها، فقط تنسخ رابط المقطع، والحلو كمان انه انت تقدر كمان تحمله كصوت مو فقط بفيديو. كل أنت عليك تختار أي خيار أنت تبغاه، تبغاه جودة عالية أو تبغاه صوت، الخيار موجود عندك وراح ينحفظ عندك مباشرة في ألبوم الصور.